خلينا نقول ان الاهلي اكتر جاهزيه، خلينا نقول ان امكانيات الاهلي اعلى من امكانيات الزمالك، والزمالك ما قدرش ان هو يستغل فرصه الافضليه في الشوط الاولاني، والتغييرات بتاعته هي اللي ضعفت الفريق في الشوط الثاني، والاهلي تغييراته هي اللي كانت ايجابيه بشكل كبير جدا، زائد اصابه احمد السيد زيزو كان ليها تاثير كبير جدا على اداء نادي الزمالك. السيطره والروح المعنويه عند النادي الاهلي واضح ان هي اعلى، اخر الشوط بيعرفوا باللياقه البدنيه بالاعدادات بتاعتهم، لان هم اكتر جاهزيه، روح البطوله عندهم يمكن اكبر من نادي الزمالك بمراحل كبيره جدا. الزمالك يعني الشوط الاولاني كان حلو، كان حلو، ما قدرش يستغل الافضليه. في فرصه في الشوط الاولاني، في اول الشوط الاولاني كانت نادي الزمالك لاحمد السيد زيزو، طبعا طمع فيها شويه، كان عنده يمين وشمال فاضيين ويقدر يمرر الكوره ويستغل الفرصه دي، لكن ما قدرش. لكن في شغل فردي شويه في الربع الاخير او الثلث الاخير لنادي الزمالك، في شغل جماعي اكتر من نادي الاهلي في الشوط الثاني بالاخص، قدر ان هو يعمل الايجابيه وقدر ان هم يخلصوا المباراه. ففي النهايه اقدر اقول لك باختصار كده وما نتكلمش كتير، الف مبروك للنادي الاهلي وهارد لك لنادي الزمالك، ويا رب يعني نشوف النجاحات دي. يا عم هاوري، السلام عليكم.